في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمنطقة الجنوبية، سارعت الجهات المعنية بمجابهة الجائحة لاتخاذ جملة إجراءات استعداداً لأي مستجد في ظل ضعف الإمكانيات. مديرية أمن غات سعت لقفل الحدود الإدارية للمدينة بالتعاون مع المجلس البلدي، حيث أقامت نقاط متابعة للداخلين والخارجين من المنطقة، إلا أن مشكلة الوقود وعدم توفر وسائل الوقاية الكافية ساهمت في خفض وتيرة الاستجابة. شغلنا عزل الصحي بداخل بلدية غات، ولكن عزل الصحي ما يقدرش واحد يخدم فيه إلا عن طريق دكاترة، ونحن عدم وجود عندنا دكاترة داخل الحدود الإدارية لبلدية غات، ورسلنا عديد المرات، ورسالتي هذه موجهة إلى دكتور محمد هيثم عيسى وكيل عام لوزارة الصحة، أرجوك يا دكتور محمد هيثم انظر إلى بلدية غات. تفتقر إلى عناصر الطبية والطبية المساعدة. الآن احنا بنمس الحاجة إلى هذه الكوادر لتقديم خدمات للمواطنين. نقص العناصر الطبية المدربة وتوفر 12 سرير فقط بمركز العزل، اثنان منهما للعناية المركزة، وعدم توفر عيادة تنفسية في المنطقة للكشف عن الحالات المشتبه بها، تعد أهم العقبات أمام التجهيز الصحي بالبلدية. نتمنى المركز الوطني ان حتى بالرقابه الصحيه الدوليه تجهيز لهم سيارات اداريه وتجهيز سيارات اسعاف للتنقل والحركه، وطبعا استماع المواطنين، ومثلا لو في حاله اشتباه في مكان انك انت تقدر تتحرك للمكان هذا على اساس توصل للحاله، وممكن تاخذ منها العينه، وممكن تحتاج الى كشف حراري، وممكن من الامور هذه. من المفترض ان يكون في 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 عياده تنفسيه او عياده اشتباه، يعني بحيث ان الحاله الاوليه اللي انت بتشتبه به تتجه للحاله للعيادة، والعيادة هذه تستقبلها وتأخذ منها عينات وتأخذ منها المسح اللي بيأخذوا منها ويأخذوا منها بيانات، ومن ثم يتم بعثها للمركز الوطني. المسؤولون عن مجابهة جائحة كورونا في مدينة غات وخلال عديد الاجتماعات التي عقدت طلبوا المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمد فرق الرصد والتقصي بعدد كاف من المساحات لبدء المسح العشوائي لتقييم الوضع الوبائي بالمنطقة التي لم تسجل أي إصابة إلى الآن.